يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من دخل الكليات الشرعية ومقصده من ذلك نيل الشهادة، هل هو داخل في الوعيد لمن طلب العلم لغير الله؟ وهل يمكن الجمع بين نية طلب العلم ونية نيل الشهادة؟ اطلبوا العلم واتركوا عنكم الشكوك أو الحكم على نيات الناس ومقاصد الناس. اطلبوا العلم وتوكلوا على الله واتركوا عنكم الوساوس والتشكيك في مقاصد الناس ونياتهم. الذي يطلب العلم ألا يعمل خيرا، وهذا شيء بينه وبين الله. وقد يطلب العلم من أجل الشهادة أو من أجل الوظيفة ثم يهديه الله بسبب العلم فيخلص النية لله عز وجل. فطلب العلم خير والقرب من العلم خير. نعم.